عدد الفرص تاع التهديف اللي درناها ماهيش من بعيد ولا ولكن دائما داخل المنطقه قرب الحارس المرمى يعني فرص كثيره هذا هو كره القدم كان ناقصنا شويه تركيز خاصه في الشوط الثاني انه حضرنا اللاعبين الوضعيه ولكن هذا اشياء تظهر خاصة من اللاعبين اللي قلت في المباراة اللي فاتوا إنه اللاعبين خسروا الخبرة ما يعرفوش يعني في بعض الأحيان الحفاظ على النتيجة وكذلك بردة الأعصاب في اللحظات اللي لازم ما تكونش الإنسان يعني متسرع وكذلك يكون فاطن إذن لو كان عندنا يعني الصفات هذه عند اللاعبين اللي كانت هذه المدينة نامية ونظن اليوم كنا سجلوا على الأقل فارق تاع هدفين من الثلاثة. أنا ما بدي في كاسيتي ديالي باسكو كاين دي جوار اللي ما فيش ما نقولكش واش كنت سمعت. لا لا ما نقولوش هذا هو المستوى تاع اللاعبين هذا هو رانا يعني رانا ننمو في القدرات نتاعهم اللي فات اللي نوصلوا أمام المرمى بعدد الكمية هذه نتاع الفرص هذه حاجة إيجابية ولكن راح ينقصها التهديف للأسف هذا وشيء يتطلب وقت باش نصلحوه يعني بطريقة واضحة. بالنسبة لبعض اللاعبين الشباب هناك بعض المناصرين يريدون معرفة عدم الإشراك بعض اللاعبين الشباب اللي كانوا أساسيين في نهاية الموسم الماضي في صورة الاتحاد وكذلك نهاية البطولة شيء بداية البطولة شيء لهنا كان في فريق لازم يكون فيه حاجة كان مصاب احنا عارفين كيفاش نسيب عارفين شكون ينجم يلعب 90 شكون ينجم يلعب 80 شكون ينجم يلعب 70 وهذه النتيجة لا بيرفورمانس يعني النتيجة الرياضية نتيجة جماعية ماهيش فردية ما ركزوش على لاعب الاثنين عندنا مشوار كبير عندنا كاس افريقيا عندنا البطولة الجزائرية عندنا كاس الجزائر المجموعة تتحضر كلها وكل مرة لما يعني نحاولوا نمزجوا شوية من الخبرة تاع اللاعبين وكذلك الشبان اللي كذلك نقتحموهم كل مرة كانوا في كوديفوار حتى المقابلة تاع اليوم أمور كانت شوية من الحمد لله النتيجة دائما تخلي الأمور هذيك تسمح جاريت شاك فوا نشوفوا أنا جاريت لعب دور رجل إفاش اللي بالصورة دائما كل ما تكون تفرق حق النتائج وشو قليل الوقت باش يعطوا لك المسؤولية شوف ما نكذبش عليك الحاجة الأولى المسؤولين عاطين فيها ثقة ولكن أنا صح المدرب أي مدرب يجي نخدم معاه نخليه يخدم آلاف يخدم كيما الطريقة نتاع أهلي يخدم بها ولكن أنا كي نكون في فريق نكون زعما على رأس العريضة عندي طريقة واحدة أخرى باسكو أنا ما عنديش بزاف اللي يحب كرة القدم ولد الميدان ولد المستطيل الاخضر ثم جوج كلمات برك اللاعبين تاعك يقدروا يغيروا لك المقابله الشيء اللي شفنا الانسجام بين اللاعبين اليوم بارك الله فيهم ولكن ان شاء الله شبيب تصاوره تولي الى ما عليه باسكو حنا شك موسم نبداو بنتائج ايجابيه ولكن الموسم هذا رحنا كانت فيه تذبذبات في النتائج نتمنى ان شاء الله نخدموا ليالينا نهضر كلمة واحدة أخرى نوجهها للأنصار اللي جاوا حتى لهنا بارك الله فيهم ما سمحوش في الفريق مشكورين على كل باسكو يتيقوا في الفريق نتاعهم. ما شاء الله واش ينقص حضرتك أنت